مساء الخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا على الهواء مباشرة لبرنامجكم اليومي ليمتى. اليوم مشاهدينا الكرام بداية الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع خير علينا وعليكم، وبعد إجازة الاحتفالات الوطنية إن شاء الله نحتفل في كل عام في بلدنا الكويت وإحنا بصحة وسلامة. كالمعتاد مشاهدينا الكرام، اللي حاب يتواصل معنا عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، كذلك عندكم التواصل الاجتماعي ومعدينا على أتم الاستعداد أخذ جميع أسئلتكم واستفساراتكم. اليوم بداية الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة نصف السنة أو إجازة عطلة الربيع، واستعدادات المناطق التعليمية ومدارسها التابعة لها. واليوم معنا ضيفتنا مربية الفاضلة الأستاذة منى الصلال، مديرة منطقة الأحمد التعليمية. حياك الله أستاذة. الله يحييك وبارك فيك. يمكن اليوم بداية الأسبوع وأول يوم بعد إجازة نصف السنة، وضغط عمل، ونشكرك على حرصك واهتمامك وتلبية دعوة برنامج ليمتى. حياك. ودنا الحديث عن استعدادات للفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسمح لي أول شيء أستاذ بداح، أنا أشكركم على اهتمامكم بالمدارس وبالتربية وبأخبارنا ودائما استضافتنا في هذا البرنامج الرائع صراحة. فبالبداية أنا أحب أقول إن كل عام هم بخير وسلامة، أبنائنا الطلبة والطالبات في مدارسنا والهيئة التعليمية والإشرافية جميعا في بداية الفصل الدراسي الثاني. ولله الحمد بعد أن قضوا إجازات رائعة صراحة، أولا إجازة الربيع ثم بعد ذلك إجازة الأعياد الوطنية لبلدنا الحبيب الكويت. وبهذه المناسبة أهني الجميع في هذه المناسبة العزيزة علينا بالأعياد الوطنية، واللي إحنا دائما نحب أن إحنا نحييها في مدارسنا. استعدادات المنطقة الأحمد التعليمية كأسوة بالمناطق الأخرى، دائما إحنا عندنا ابتداية عام دراسي جديد، يكون بداية فصل دراسي جديد، الكتب موجودة، الأثاث موجود، الهيئة التعليمية متوفرة، ونتأكد على إداراتنا المدرسية إن في حالة نقص أي شيء عندهم يتواصلون معنا حتى نلبي لهم هذه الاحتياجات. لله الحمد حتى اليوم بدايته أو حتى الأسبوع اللي فات اللي قبل الأعياد الوطنية كان في تواصل بيننا وبينهم، ولله الحمد الأمور طيبة وجاري العمل على قدم ورساق في المنطقة لتلبية احتياجات إن شاء الله. إحنا متعودين كل يوم أحد عندك يوم مفتوح تستقبلين فيه المراجعين في مكتبك بسياسة الباب المفتوح. نعم. ما استطعت اليوم كنت تاخذين جولة على المدارس بعد عودة الطلبة والطالبات؟ لا والله ما قدرنا، لأن اليوم دائما احنا في كل يوم أحد نستقبل المراجعين لتقضية احتياجاتهم، وإن شاء الله من غدا نبدأ على جولاتنا وإن شاء الله نشوف الشيء اللي يصير إن شاء الله. خلنا نرجع للأعياد الوطنية، كان لكم دور فيها؟ الاحتفالات كمنطقة تعليمية؟ طبعا احنا دائما نحث اداراتنا المدرسية والهيئة التعليمية بان يكون هناك في عندهم خطة كاملة للاحتفالات بالأعياد الوطنية، وبناء عليه تقوم كل ادارة مدرسة بتجهيز مجموعة من الاحتفالات والفعاليات تدعي لها اولياء الامور والطلبة ويحيون هذه الذكرى الجميلة مع ابنائهم الطلبة، ويساعد هذا ايضا لبث الروح الوطنية وتأكيد القيم التربوية اللي احنا نأكد عليها في كل مدارسنا. كذلك استاذ يعني كلامك على المتمة، هناك أوبريت قادم. اي نعم، اللي تتحدثين عنه خليه حصري لبرنامج ليمتى التلفزيون شاهد في 10/3 بعد كم يوم. اللي تحدثين عنه احتفالاتكم وزات مستمرة؟ طبعا مستمرة، ويمكن منطقة الأحمدي التعليمية معروفة بتميزها باحتفالاتها بالأعياد الوطنية، هم مدحن للمنطقة إنما هذا معروف عنها. هالسنة باشرت في وضع أوبريت سمته حصاد الأحمدي في حب الكويت. فتصور لما نحصد كل ما قامت فيه منطقة الأحمدي من احتفالات وفعاليات ونحطها في حب الكويت، ويكون هذا الحفل أو هذا الأوبريت الجميل إن شاء الله بمشاركة مجموعة كبيرة من مدارسنا تحت رعاية الشيخ إبراهيم مدعج الصباح محافظ الأحمدي، محافظ الأحمدي اللي دائما هو يعني متواجد معانا في كل احتفالاتنا وكل فعالياتنا وكل أمورنا التربوية والتعليمية. في أحد المدارس أو في نادي أو في راح يكون الاحتفال طبعا أوبريت في ثانوية لطيف الفارس على مسرح ثانوية لطيف الفارس، وراح يكون بتاريخ 10/3، وراح يكون بحضوره طبعا بحضور مجموعة كبيرة من ضيوفنا الكرام والشخصيات اللي راح تشوف هذا العمل الرائع صراحة اللي قامت فيه المنطقة وبجهود أبنائها الطلبة إن شاء الله. بعد إجازة الربيع أو نصف العام الدراسي هناك أسبوع كان له الاحتفالات الوطنية، وكان هناك 3 أيام الأحد الاثنين الثلاثة كان دراسي، يعني الطلبة والطلبات قاعد يداومون أحد واثنين، لأن الثلاثة كانت بداية أحد واثنين. إيه؟ آسف. إيه نعم. نبي الأحد واثنين للأمانة
أستاذة منى الصلال، شلون عملية الحضور في رياض الأطفال في المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية في منطقة الأحمد التعليمية؟ والله شوف، احنا ناس شفافين وصريحين. اللي حصل في هاليومين هذولي أمانة كانت نسبة الحضور متدنية وليست عالية، وبعد ما تقمنا بحصرها، لأن احنا عندنا نظام بالسيستم بالأجهزة يدخلون المدارس لنا الحضور الطلبة ونسبة حضورهم في كل مدرسة وفي كل روضة. طبعا ونؤكد على الإدارة المدرسية بتشجيع الأبناء بأنه يحضرون، بيسوون احتفالات، يسوون أشياء المهم يجذبونهم للحضور. لكن للأسف الشديد أنا أقول لك أن النسبة كانت كلش متدنية والحضور ما كان بالمستوى اللي احنا نطمح فيه. ما تعطينهم النسبة مثلا رياض أطفال ابتدائي متوسطة؟ تقريبا رياض الأطفال ما كان في أحد، صفر يعني، صفر. الأطفال صفر، رغم أنه وجود الهيئة التعليمية وجود إدارة والخطة كاملة. طبعا أنا أتكلم عن الطلبة والطالبات. المرحلة الابتدائية كان في نسبة حضور لكن نسبة كلش متدنية ما تذكر يعني. إضافة 1-2%؟ لا تقريبا يمكن 3-4% حسب الجهاز ما أحسب لنا الإحصائية يعني، والمتوسطة تقريبا بحدود 4 وشيء يعني، والثانوية 6%، يعني نسبة كلش متدنية ما نطمح لها. فعموما احنا عقب ما درسنا الموضوع الآن واضعين خطة جديدة، يمكن هالخطة هذه تمتد حتى للقرار رقم 1، وعلى فكرة القرار رقم 1 يبدأ من الآن العمل فيه حق السنة القادمة، ورح نرفع مقترحاتنا للوكيل المساعد. شنو القرار رقم 1 اليوم؟ أنا أوضح لك القرار رقم 1. القرار رقم 1 يتناول مواعيد الإجازات ومواعيد كذلك الامتحانات والفترات التعليمية. ربطها مع بعض؟ إيه عفوا؟ ربطها مع الإجازات كمثال. إيه؟ لو مأخرين الاختبارات أنتوا أسبوع مثلا وشبكت الإجازة نصف العام مع احتفالات الوطنية، يعني ما صارت الربكة اللي ذكرت انه صفر وثلاثة واربعة وستة. هو شوف، هو في اكثر من اقتراح، اكون معك صادقة يعني، احنا عقب ما درسنا الموضوع وضعنا اكثر من مقترح، وكل مقترح هذا خذيناه من ميدان يعني، ما تفردنا فيه انما خذينا ميدان اكثر من اقتراح. يعني في بعضهم من يقول مثل ما تفضلت اللي هو الدمج، وبعضهم يقول لا خلونا نحط هالايام هذه نسميها ايام الاعياد الوطنية ونخليها متخصصة في الاحتفالات العيادة الوطنية، وفي من قال ان عنده مقترحات اخرى. عموما احنا جمعنا هذه المقترحات وراح نرفعها حق الوكيل المساعد التعليم العام لرفعها في دوره بالمقترح رقم 1 اللي راح نحاول فيه نوضع الايام بحيث ان نحاول نتلافى هذه الجزئية من الأمر. رقم ان احنا طبعا لم نتوقف عن عملية تنفيذ القرارات واللوائح الخاصة في هذا الأمر. شو راح يطبق عليهم؟ حسب اللائحة والقرار بخصوص أيام الغياب راح يطبق. يأثر مثلا على معدلاتهم عشان نوه لأولياء الأمور؟ هو طبعا الغياب أكيد راح يأثر، بس أنا لحد الآن إحنا نرفع الموضوع للوزارة لاتخاذ القرار في هذه الأيام اللي فيها صار غياب جماعي لاتخاذ قرار فيها. أستاذ منه، يمكن لاحظنا في السنوات السابقة كان هناك حضور التزام في السابق، نتكلم إيه في أجيالنا مثلا أو الجيل اللي بعدنا. إيه نعم. في الآونة الأخيرة، السنوات الأخيرة، كثر الغياب عند الطلب والطالبات، يعني قاموا يأخذونها اوتوماتيكيا من عندهم. إيه؟ هذا صار. إيه؟ العدوى الآن انتقلت للموظفين، يعني إيه؟ اليوم يقولون أغلب الموظفين البعض منهم ما إيه؟ داوم في مثلا دواماته وزارات الدولة، ما تكلم أو ما تحكي. إيه؟ على ما أخذتوها بعين الاعتبار أن راح الغياب اللي قاعد تصير بكثرة في مدارسكم؟ والله شوف، السنة وايد أقل من كل سنة أمانة، بعد ما طبقنا لائحة الغياب وايد قل نسبة الغياب بين الطلبة والطالبات أمانة يعني. إنما لما دخلنا على موضوع الأعياد واليومين هذولي هو اللي شوية سوى دروب عندنا، لكن الأيام اللي فاتت كان التزام رائع، وحتى بأيام الامتحانات كان رائع الالتزام. أيام الامتحانات لما كان في غياب ولأن ما في على أساس موضوع المؤجل والأمور هذه، كل هذا قاعد تطلع عندنا مؤشرات الآن بأن القرارات اللي قاعد تخدم الطالب قاعد تساعد على عملية التزامه وحضوره. إن شاء الله باللوائح والأمور هذه نساعد طلابنا على أنهم يكونوا ملتزمين. هي ليس عادة بس أصبح طبع عند طلبة، حتى أولياء أمورهم يشجعونهم، يعني إحنا ما نخلي الوزر على وزارة التربية، كذلك أولياء الأمور أنهم كانوا يساعدونهم أخذ إجازة خلاص لا تداوم، وهي يعني بالمحصول التحصيل العلمي تأثر عليه في المستقبل. طبعاً. أن غياب يومين ثلاث أيام بدون عذر تؤثر عليه. أستاذ، يمكن خبرك شدني، مدارس الأحمدي
بلا حراسة الشهر المقبل، هل هذا واقع؟ الله يقوله. لا أمانة عشان أكون معك واضحة في هذه الجزئية بالذات، الحمد لله الوزارة تصرفت في هذا الشأن، كانت هي عقود الحراسة على أساس أن التثبيت راح تنتهي في آخر الشهر، فالوزارة قامت بالتصرف في هذا الأمر بعد ما تكلمت مع المتعهد والشركة وهذا وقدروا أن يحلوا لنا المشكلة، والحمد لله الآن الحراسة موجودة في مدارسنا عبر الشركات إن شاء الله راح تستمر إن شاء الله. إن شاء الله يمكن دائما في أي حدث كوسائل الإعلام أكيد. يتابعون أمور أولا بأولا الآن أكيد. يمكن وزارة التربية بقطاعات بإدارات تكون محمل اهتمام نسبة احنا مهتمين في وزارة التربية كان بعد خبر ثاني التربية نقص في الهيئات التعليمية ذكورا وإناثا رغم اثنين مخرجنا عشان تعلق عليه الأستاذة من الصلاة، هل هذا واقع الآن لديكم نقص؟ احنا حاليا حتى الآن ما عندي أنا عجز فيه، أنا أتكلم كمنطقة منطقتك كمنطقة. هذا الخبر تشوفين أستاذة اي نعم قبول فوري للوافدين والبدون واستثناء الخبر. يمكن هذا عشان استعدادات الوزارة حق العام الدراسي القادم لازم نوفر الهيئة التعليمية لأن ما احنا عارفين نسبة اللي راح يتقاعدون نسبة اللي راح يصير فيه تسرب بكثير من الهيئة التعليمية فيمكن هذا استعداداتنا حق العام الدراسي القادم. أما الآن الحمد لله الوزارة ما قصرت تم تسديد جميع الاحتياجات الخاصة في مدارسنا ونحن الآن حسب آخر إحصائية وصلت لي بالنسبة للهيئة التعليمية والإشرافية عندنا في داخل المنطقة الحمد لله احنا في ما عندنا العجز اللي موجود ومكتفين بهذا الشأن يعني ما بس عندكم بالنسبة عجل بس مستقبلا يمكن يحصل هذا نتيجة مثل ما قلت طبعا هذا يتكلم تحكي كوزارة وليس الوزارة كمنطقة الأحمد التعليمية تحديدا لا أنا أتكلم كوزارة. على أساس منطقتي فالوزارة كذلك خبر ثاني السادة اللي هو رقم واحد مخرجنا وزير التربية يطلب تقريرا عن المقاصف المدرسية والواجبات المجانية شنو سالفتها هذا الخبر موجود على الشاشة اي نعم اي نعم طبعا يمكن معالي الوزير اهتمامه كبير في ابناء الطلبه وخاصه فيما يخص المقاصف المدرسيه والوجبات طبعا المقاصف المدرسيه انتم عارفين ان المقاصف المدرسيه هي عباره عن موجوده في المرحله المتوسطه وفي المرحله الثانويه رياض الاطفال ما فيها مقاصف ولا كذلك الابتدائي لوجود الوجبات اللي تقوم الوزاره احسن انما المرحله الابتدائيه فيها مقصف لكن المقصف متى يفتح يفتح بالفصل الثانيه اللي هي ما يكون فيها وجبه علشان حق أبنائنا الطلبة إذا كانوا يعني محتاجين تغذية في هذه الفترة فترة الفرصة الثانية يروحون عندهم المقصف ما في مشاكل مثلا منطقتك تحديدا منطقة الأحمدي تعرضت لمشاكل أو شكوى من أحد المدارس إن المقاصفنا والله أمانة يعني إحنا من نوع عندنا في المنطقة إدارة الأنشطة التربوية وإدارة الأنشطة التربوية تتابع يعني بشكل حثيث المقاصف المدرسية وإذا جاءتنا أي شكوى بهذا المقصف وما يباع في هذه المقاصف أكيد هناك في الشرطة التواجه يروحون ويفتروا على المقاصف ويشوفون يأخذون جولات ميدانية على أرض الواقع بس أنا بالخبر أستاذة شدني استفسر المليفي مع الوزير التربية والتعليم أن عن مبلغ 100 فلس يتم التحصيل عليها من المنطقة التعليمية المنطقة التعليمية تأخذها من كل طالب في المدرسة يعني ما شاء الله اعدادها ناخذها من الطلاب ياخذونها شوفي الخبر بهالصيغه استفسر عن مبلغ 100 فلس التي تحصل عليها المنطقه التعليميه من المدرسه عن كل طالب يدرس فيها من صندوقها المالي الخاص بالمقصف هو عندنا المقصف في هو صندوق تعاوني هذا المقصف المقصف يطلع ارباح الارباح هذه تأخذ من هاي المنطقة جزء منها شو تسوي في المنطقة لما تأخذه تأخذ الجزء اللي تصرف فيه على أنشطة الطلابية في مدارس يأخذ المنطقة التعليمية وليس الإدارة المنطقة التعليمية إدارة الأنشطة التربوية تحصل هذه المبالغ لتصرفها بعد ذلك على الأنشطة الطلابية يعني إحنا تعرف أنت في المنطقة في مسابقات كثيرة تقدم لها أبنائنا الطلبة في أنشطة في فعاليات تصرف المنطقة على هذه الفعاليات وهالأنشطة من إيرادات المقصف اللي هم يسمونها الأرباح اللي تحصل من قبل الإدارات المدرسية أذكر أيام أستاذة منى الطوابع الطوابع مرات نشوف ومرات ما نشوف ما ندري عنها الله الأعلم يعني اجتهاد شخصي نعم الله الأعلم صحيح أستاذة عندنا تقرير أو استطلاع بمعنى أصح عن الطلاب ومشاكلهم عن الفصل الدراسي الأول بمدارس دولة الكويت بشكل عام نبي نشوف عن وياك ومع مشاهدينا الكرام نشوف هذا الاستطلاع ونجي مع ضيفتنا أعزائي المشاهدين حياكم الله في هذا الاستطلاع الرائع عن مشاكل الطلاب وخير من يوصل رسالة إلى المسؤولين في وزارة التربية هم الطلاب نفسهم تابعونا في هذا التقرير
يعطيك العافيه. شنو اسمك بالبدايه؟ جوري. جوري، اي صف انت جوري؟ سابع. سابع، ما شاء الله. انت خلصت الفصل الاول يا جوري، شنو اللي كان في سلبيات بالفصل الاول ولا ايجابيات بالفصل الاول؟ يعني شنو في صعوبه بالفصل الاول؟ كان في صعوبه ولا شيء؟ كان في وايد امتحانات بس كان مواد سهله ومو كل شيء كان صعب نفس السادس اول. نعم. مقبلين احنا على فصل دراسي الثاني، شنو استعداداتك للفصل الدراسي الثاني؟ استعداداتي اني اكتب اكثر عشان اعرف ايش بالامتحان، شلون ادرس عدل وبس. نعم. في دروس خصوصيه منتشره بالكويت، سويتي دروس خصوصيه؟ لا ما سويت. ما استعنتي بدروس خصوصيه؟ لا. والله انا اسمي نجم عبد الله وهبه، انا من مدرسه الاخلاص، انا 11 11 4. شنو الصعوبات اللي واجهتك الفصل الدراسي الأول؟ والله كان عنا الفيزا كان كتير كتير صعب على كل الفصول وكل الصفوف، إجانا كتير امتحان حيل حيل صعب والله صراحة. نعم. شنو استعداداتك الفصل الدراسي الثاني؟ والله عم جهز حالنا للفيزياء، محضر حالنا، والكيمياء عم نساعد حالنا فيه شوية. نعم. في الحين عندنا مسؤولين بالتربية موجودين في الاستوديو، شنو حاب تقولهم رسالة؟ والله يخففوا عنا الامتحانات، يعني يحطوا امتحانات شيء يعني هيك يعني مو صعبه كثير، سهله شويه، يسهلوا علينا عشان ننجح بسرعه. ماشي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. لولو فيصل. لولو، شنو الصعوبات اللي واجهتك في الفصل الدراسي الاول؟ بالرياضيات شويه صعوبات بس الحمد لله تخطيتهم هالصعوبات وقاعده من الصبح وبس. شنو استعداداتك للفصل الدراسي الثاني؟ مجهزة كتبي من الحين، خليتهم من المخزن وإن شاء الله بحاول أدرس أول بأول. نعم. لولو، لجأت للدروس الخصوصية؟ إي بعض المواد العلوم والرياضيات تخطيتهم مدرس خصوصي. شنو السبب إنك لجأت للدروس الخصوصية؟ بالصف ما أنتبه صراحة، يكون صريحة وياكم، وش اسمه، وما أدرس أول بأول. في عندنا الحين مسؤول موجود في وزارة التربية عندنا في الاستديو، شنو تحاب توصلين رسالة لوزارة التربية؟ رسالة تكون تخفيف المنهج يعني شوي شوي، وتكون حصة يعني خصوصا رياضيات حصة بس كذي نحل، يعني نحل احنا مو كلنا الأبلة تحل. ماشي، الله يعافيك. انا سامي محمود، صف السابع. سامي، شنو الصعوبات اللي واجهتك في الفصل الدراسي الأول؟ الصعوبات إن في كتب وايد ومناهج صفح وايد، يبيلها وقت وايد على ما تدرسها، ومعطينا مهلة شوية على امتحانات الفاينل الفترة، يعني ما أنا نفسي في مواد ما عرفت أدرسها زين. إحنا مقبلين على الفصل الدراسي الثاني، شنو استعداداتك للفصل الدراسي الثاني؟ أكيد لازم أدرس كل يوم وما أهمل واجباتي. لازم اهتم وانتبه بالحصة عشان بالامتحانات الفاينل يبي لها دراسة وايد، عشان كذي اعرف ادرس عدل. الدروس الخصوصية لجأت لها؟ لا. زين. احنا الحين عندنا مسؤولين موجودين في الاستوديو من وزارة التربية، شنو الرسالة اللي تحب توصلها لهم؟ يقللوا الكتب ويخلوها على قد دراستها، يعني ما يعطونا كتاب وايد ويعطونا مهلة شوية، يعطونا مهلة وايد عما ندرسها. ويخلوا وفي مدرسين بالمدرسة ما يبون يشرحون، ما نفهم ولا نستفيد. يعطيك العافية. الله يعافيك. أعزائي المشاهدين، حياكم الله في هذا الاستطلاع الرائع عن مشاكل الطلاب، وخير من يوصل الرسالة إلى المسؤولين في وزارة التربية هم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا احنا وياكم الاستطلاع اللي قام فيه الزميل خالد الحجي، وأحب أنوه مرة أخرى مشاهدينا الكرام اللي حاب يتواصل أو عنده شكوى أو عنده ملاحظة وحاب يشاركنا في البرنامج، احنا على أتم الاستعداد، عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. أستاذة، قبل لا أسألك على التغريد، ايه؟ عبر التواصل الاجتماعي أخونا الدكتور غانم السكران من ألمانيا وجه لك التحية. والنعم فيه مشكور وما يقصر. الله يسلم. تبعت التغرير تعليقك؟ ايه نعم. على اللي سمعتي مثلا الجوري، ايه؟ كاتب امتحانات سهلة، ايه؟ اللي بعدها الثاني قال الفيزياء صعب، وخففوا علينا الامتحانات وذبحتونا امتحانات. إيه؟ واحدة من البنات الله يخليها لأهلها، إيه؟ قالت أنا ما ركز بالصف وعوضة بدرس خصوصي أو معلمة، إيه؟ أو معلم، إيه؟
تعليقك بما سمعتي ورأيتي؟ أنا أقول بس هذه ما شاء الله تبارك الرحمن شفافية عيالنا الطلبة، يعني تكلموا بشفافية وقالوا واقعهم، قالوا يعني بالفعل كل واحد يعني عبر عما هو يبي ويشوفه قاعد بالضبط، لكن واضح جدا أنهم كلهم يحاولون أنهم يجتهدون عشان يوصلون. لكن أنا شوية وقفت عند بنيتنا لولوة اللي قالت أن أنا ما أنتبه بالصف عشان كذي أنا أخذ درس خصوصي. يا بنيتي انتبهي بالصف عشان لا تأخذي درس خصوصي أمانة، بس الباجي أنا يعني خذيت مع الملاحظات اللي قالوها بعين الاعتبار وإن شاء الله راح أوصلها للجهات. سادة منى صلى الله بحكم ليس أنتم معنيين بس أنتم السلسلة المتصلة مع وزارة التربية، لاحظوا بعد الاختبارات شكوى تقدير أقل، صعوبة الاختبارات، شكاوى يعني أولياء الأمور أن هناك من ادعى وليس واقع، ادعى أن والله وزارة التربية تخطط في نهاية العام الدراسي ما يكون عندنا مثلا نسبة قوية عشان يقبلونا بجامعة الكويت، شوفي وين تسلسلها عشان ما في أماكن عشان يخلونا يعني تسلسلها. شنو كان دورك أو تابعتيه من هذه الشكوى في عملية نقلها للجهات المعنية بالوزارة؟ هو طبعا في كل نهاية فصل دراسي، يعني أنا أكون معك واضحة، في الفترة الدراسية الثانية دائما تينا مثل هذه الشكاوي اللي هو تظلمات من تقدير تقدير الامتحان لهم أو درجاتهم بالامتحان. أنا من كثر ما أنا يعني حبيت الموضوع أني أنا بشوفه قلت خلنا نشوف الدول المجاورة لنا هل يعانون نفس العملية، هل مقارنة خلنا نشوف يعني يعني بس إحنا بالكويت ولا كل، لقيت أن كل الدول نفس العملية، لدرجة أني قرأت بالمقالة أن إحدى الدول العربية أكدت حق الجميع قالت لهم هذا شيء طبيعي أن ينزل مستوى الدرجات نتيجة أن المواد اللي تأخذونها في الفترة الدراسية الثانية أكثر من المواد اللي تأخذونها في الفترة الدراسية الأولى، فشيء طبيعي أن تختلف درجتكم اللي تأخذونها في الفترة الأولى عن الفترة الثانية، يعني في بعض المبررات اللي محطوطة. لكن أنا أقول هم بعد عيالنا الطلبة يبينهم شوية أنهم يشدون حينهم أكثر في دراستهم، وأكيد راح يحصلون الدرجة اللي هم يستحقونها. تصحيح صححوا، المصححين صححوا بكل أمانة وبدقة، إذا كان في أحد يرى أن هذا التصحيح كذلك في مرادف له اللي هي لجنة الاسترحام اللي هي تساعد الطالب مثل تعطيه، هذه أوريدي موجودة يعني قبل ما هم يقولون تعالوا عيدوا لنا درجاتنا، في أكو في إذا كان في الكنترول كل الكنترولات قاموا بإعادة الورقة أكثر من مرة تصحيحها عشان يتأكدون أن الدرجة اللي أعطيت درجة صحيحة. وبعضهم يمكن خاصة الموجهين كانوا وايد حريصين على هذه الجزئية، فلذلك أنا أقول يعني حق أبنائنا الطلبة حاولوا الآن تنسون اللي أنتوا حين خلص قدمتوه، الآن فكروا باللي جاي، عندكم فترة دراسية ثالثة، عندكم فترة دراسية رابعة، عوضوا فيها ما تقدرون عليه من أنكم تدرسون وحاولوا أنكم تتخطون هذا الجزئية، ولأنهم قاعد يشغلون أولياء أمورهم في هذا الموضوع ويشغلون نفسهم فيه. الآن الفترة هذه خلصت، وإحنا كنا أول كنا نقدم امتحان نخلص نقول حق روحنا، إحنا نقول حق روحنا انسى الحين فكر باللي جاي عايش بالمستقبل لأن لازم ضروري يسوي جديد. معنا اتصالين بس ما نبي نطول عليهم. اي نعم أم سلمان حياك الله. هلا والله، السلام عليكم. تفضل يا استاذة. شلونك استاذة؟ حياك الله. تفضل. الله يسلمك يا أخوي. على أساس أنا من محافظة العاصمة. نعم. وبغيت بس استفسر، انا عندي مشكله، يعني انا عندي ولد في السادس المفروض يكون الحين في الثامن او ليش مفروض؟ والله مشكلتي مشكله يعني غير عن اخواني الباقيين، عندي ولدي هذا ما ادري استيعابه بطيء، ما ادري شنو السالفه، المهم سنتين سقطوا في نفس السنه السادس. سقط سنتين بسادس؟ اي العام في مدرسين وفي تقويه، بس ما ادري ايش في ولدي، يعني في المدرسه هذه ما ادري ايش في تخصصك فوق حدر، حاولت انقله مدرسه ثانيه كلها رفض رفض، يعني منطقه ثانيه. سلمان دقيقه بس، عشان انا ما ابي نفس المدرسه، ابي اوديه منطقه ثانيه يمكن يعني فيها خير. عمليه نقل من منطقه تعليميه الى منطقه تعليميه، بس سؤال ام سلمان، هل الخلل من ولدك او من هيئة التعليميه اللي بهذه المدرسه؟ حتى لو في حتى لو ولدي في كسور يا اخوي، حتى لو ولدي، بس المفروض يعني يساعدون يعدون قبل شلي تبين قبل ايام زمان على قولة الزمن الطيب، قبل ايام كانوا في يساعدوننا ويعطونا درجات ويعرفوننا، يعني في مساعده، يعني ثاني سنه ثاني سقوط يعني في مساعده، بس ما شفت من المدرسه اي مساعده،
حتى ترجيت المدير نفسه يعني ساعدني، ما اقدر ولدي هذا ما ابي يضيع بهالسنتين هذيلا، يعني هذه دخلنا الحين يعاني من شيء ام سلمان؟ نعم يعاني من شيء هو؟ لا 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 اسم الله عليه ما في الله يخلي لك ما في اي شيء، بس ما ادري استيعابه شوي بطيء، بس ما في اي شيء الحمد لله. تبين نودي من انت بالعاصمه صحيح ام سلمان؟ اي في العاصمه. متوسط الحين حق المديره منطقه الاحمدي التعليميه نقول له نقلي عندك بالاحمدي؟ ما اسمع؟ تبين تنقلينا مثل الاحمدي؟ والله ما اسمع صوتك شوي بعيد. حابه تنقلينا الى منطقه الاحمدي التعليميه كمثال؟ لا 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 احنا المعاصمه، احنا العاصمه. تبي تنقلينا من مدرسه لمدرسه؟ اي من مدرسه لمدرسه، يعني احنا في العاصمه، يعني بنقل احنا بالدوحه، بنقل في القيروان، شلون؟ الدوحه الى القيروان. القيروان يقولون مكتسي. ان شاء الله. اروح المدارس الخاصه يقولون ما نبي، انا ما ادري شنو الحل. ام سلمان. ابي الحل، شو اسوي؟ ان شاء الله راح تسمعين الحل ان شاء الله، ان شاء الله. وخاف يسقط ثالث. لا ان شاء الله ان شاء الله تسمعين، مشكوره ام سلمان. اختي سعاده. السلام عليكم. سلام الرحمه. يعطيكم العافيه. عافيك ويطول بعمرك اختي سعاده. اخوي بداح انا قبل اسبوعين شاركت ويا الاخ ابو احمد محمد المله. اي نعم. هم على موضوع التربيه وقلت له موضوع الاختبارات الفتره الثالثه الفتره الاولى والثانيه والثالثه يا جماعه الولد يجيب العلامات يجيب الشهايد سوونا اجتماع راونا ورقه الاختبار ودنا نشوف الاخطاء اخطاء عيالنا عشان نتفاداهم. ادش على مدير المنطقه المدرسه يقول لي ممنوع اترجي المدير المساعد يقول لي ممنوع روحي باستثناء من الوزاره عشان اشوف ورقه الاختبار. ليش هل يعقل هذا الكلام يقول ممنوع ممنوع من الوزاره؟ دقيقه عشان اوصل مشكله باريحيه دقيقه. هل انت شاكه انهم ما ادوا الامانه مثلا؟ لا لا ما في لا ثقة محشومين في هذه المدرسين التعليميه ابد. لا لا محشومين المعلمين. انا معلمه سابقه وانا ما الوم المعلمين. انت معلمه سابقه سعاد؟ انا معلمه سعاد. متقاعده. اي نعم سعاد لو تكرمت اختي يحق لك انت بحكم انك معلمه في السابق يحق لي انا ولي امر وانت المعلمه اني اطلع على ورقه الاختبار. انا سالت انت بعد ايه بعد يا اخوي بعد اصدار النتائج انت عطني الصوره عشان اشوف اخطاء ولدي عشان اتداركها. شو اللي تبيني؟ انا اعرف قولي خلي اختي ما تسمعي. فرضا ولدي في الموضوع ما يعرف عشان اركز عليه، فرضا ولدي بالجرامر بالانجليزي ما يعرف عشان ازيد عليه ادرسه اعرف نقاط الضعف عشان اتداركهم باختبار القادم. زين المعلم اللي رحتي له ما قالت نقاط الضعف اللي فيه واحد اثنين ثلاثه ركزي على بالامتحانات يقول انا ما ادري الولد عندي شارك 100% يجيب الامتحان يجيب لي 27 من 40 اقول له ليش جايب 27 يقول ورقه الاختبار مو انا صححها طوف على مجموعه الاساتذه انا ما ادري بش يخطا والحين مو خذينا الفتره الثانيه اعطونا الشهايد وين اجتماع اولياء الامور بدينا اليوم ثاني يوم داوم او اليوم لازم تجينا ورقه ان في اجتماع هذه يعني مشكله ان احنا ما نعرف نقاط الضعف مال عيالنا. سعاد اي منطقه انت؟ حولي التعليميه. حولي التعليميه ان شاء الله راح تسمعين الرد. وعندي بعد كلمه اخوي ابدا مالك امر. تفضلي تفضلي. بالنسبه حق مدرسه المعرفه النموذجيه اللي هي بالمنقف يا هل ترى وزاره التربيه عندهم الخبر عن هالمدرسه وش قاعده تسوي؟ يا جماعة عيال ساقطين قدامنا عيال ساقطين في مدرسة ما ودوهم المعرفة تخرجوا وقالت لهم المعرفة احنا ننجحكم للصف الثالث ثانوي ومسؤوليتنا وقدامي اسماء مستعدة يجيبها لك بكشوف انجحوا وبعدين انتوا رابعة مشكلة حسب ادعائك. احنا لا اعلم بس حسب ادعائك. مشكور اختي سعاد وشاء تسمعين الرد. ابو محمد حياك الله. الله يحييك مساك الله بالخير. حياك الله ابو محمد. تفضل محمد. مساك الله بالخير اخوي. حياك الله يا ابو محمد. الله يحييك. بقيت بس سؤال حق الاخت اللي موجوده. تسمع تفضل. شنو الشؤون بالنسبه حق المعاهد الخاصه للتدريس الخصوصي المواد خصوصيه شنو الاجراء القانوني اللي اتخذتوه ضد المعاهد الخاصه؟ المعاهد الخاصه ها؟ اي نعم. سؤال واضح عندك؟ ايه اوكي بعد سؤال ثاني. شكرا يعطيك العافيه. شكرا ابو محمد. شكرا ابو محمد. خلينا نرجع من اختنا ام سلمان. عندها ولد الله يخليه لها بالمرحله السادسه. هي تقول من السادس للثامن انا ما دققت فيها. صارت سنتين. هي يعني شوف دائما خليني اكون في جانب انا دائما في جانب مشاهديني ومتصليني استاذه منى. دائما ماكو احس من قلب الام على ولدها. صحيح. هي حابه تنقله يعني عندها شعور ان شاء الله ان الله يوفقه
لما ينتقل لمدرسة ثانية ينتقل لمدرسة أخرى. هي في الدوحة تبي توديه القروان. أنت قبل أيام كنت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة، يعني على دراية بهذه المنطقة. أي نعم. نبي نعالج مشكلتها، وش تقدرين تساعدينا انت؟ طبعا هي المشكله اذا كانت مشكله متعلقه بالبيئه اللي موجوده هو فيها من حيث الهيئه التعليميه والمدرسه، ان هي حاسه انه مو قادر يتاقلم مع البيئه ومو قادر يقدر مع المدرسين، تبي تنقلها لبيئه ثانيه، هذا ممكن يتم عن طريق ما يروح تروح حق مدير عام منطقه، وهناك مدير عام منطقه يشوف ظروفها، تكتب كتاب طلب اني انا بنقل ولادي من هالمدرسه لهالمدرسه وهذا للظروف الفلانيه، تذكر الظروف الاساسيه، تذكر الظروف انه سقط سنتين في هالنفس المدرسه، وانه هو ودي اغير للمدرسه، ودي اشوف له هيئه تعليميه ثانيه، وودي انقله مدرسه ثانيه. ف هو المدير العام منطقة هو اللي يقدر هذا الأمر ويبدأ يتفاهم معاه في الموضوع. بس تقول إيه ما تجاوبوا معاه، يعني مصرين إلا أخليه بمنطقة الدوحة القيروان ما تودينا القيروان، إيه يعني تقول كثافة أكثر، لأنه كثافة طلابية، فعشان كذي من منطقة لمنطقة صعب جدا إن تروح إذا كان في كثافة طلابية عالية، حتى مو زين حق ولدها، لأن ولدها مثل ما أنا عارفة محتاج لرعاية خاصة، فإذا وديته حق مدارس ذات كثافة عالية أكيد ما راح ينتبهوا له ولا راح يعطونا الاهتمام اللي راح يعطيه المدرسة اللي هي فيها. أنا كل اللي أقصد منها أطلب منها إن هي تحاول قدر الإمكان إن تقابل عفواً مدير عام منطقة وتحاول توضح له مشكلتها، ممكن هو يتصرف، ممكن يكلم التوجيه الأستاذ ناجي زامل مدير عام منطقة العاصمة التعليمية، يستطيع إنه هو يقابلها، ممكن عاد يوجهها للمدير شؤون التعليمية اللي توجهها يمكن التواجيه يشوفون شو سالفة الولد، ليش فيها المشكلة هذه، حتى مراكز رعاية المتعلمين الموجودة ممكن يهتمون فيه أكثر لما يعرفون مشكلته ويعالجونه. نعم، وانا اقول لاختي ام سلمان ان شاء الله معدينا قاعد يسمعوني الان ويتابعوني، وراح نتابع حالتك ولتوعد باذن الله تحت الهواء راح تجاوب، يعني كشخصي اجتهاد شخصي لك لعمليه نقل ولدك الله يخلي لك. اختي سعاد احمد. نعم. زميله سابقه لكم، معلمه. نعم. متقاعده. اول سؤال لها، الاختبارات الان لي حق انا كولي امر اطلع على اختبار ولدي؟ هذا اول سؤال. إيه هو طبعا احنا دائما نقول الاختبار بعد ما تقدمه ممكن تطلع عليه بالفتره الاولى والفتره الثالثه، يطلع عليه ولي الامر اذا يحب من خلال الفتره الاولى، الفتره الاولى والثالثه، والثانيه ما يصير اشوف مثلا الثانيه؟ لا الثانيه، لانها شنو الفرق بين الاولى؟ لان الثانيه تصحيح جماعي، فاكثر من واحد قاعد يصححها، عارف شلون، كتصحيح جماعي، ممكن من خلال اللقاء اللي يسوونه المدرسه في، هي حسب كلامها تقول حتى الان ما صار فيه لقاء. نعم. اللقاء اللي راح يتم في المدرسه، تقعد مع المدرس او المسؤول رئيس القسم يقعد يفهمها ليش ولدها اخفق في هذه الاختبارات. واضح جدا ان يمكن ولدها عنده بعض الامور مثل بالجرامر مثل ما قالت في بعض الامور بس لها محتاجه بالقانون فاصيل. انت ذكرتي الان استاذه منى صلان، حسب القانون يحق لها الاطلاع على الاولى والثالثه، إيه هي ولو رقى وراها، لا اولى ولا ثانيه ولا ثالثه والرابعه ما يحق لهم، هذا حسب اللائحه. إيه اذا كانت مرحلة من هي تقول بتطلع على إيه؟ الورقة إيه؟ موقع الخلل بالضبط وين فيه عشان أتدارك، هي من أصحاب الميدان سابقا هي تطلع على ورقة ولدها، فممكن تروح مدير المدرسة وتطلب بس إنه يوريها الورقة بالفترة الدراسية الأولى. إيه أوكي. وإذا ما تجاوب معاها تروح ترجع المنطقة المراقب مثلا جهة بالضبط بالضبط، تقول لأن أنا ودي أشوف ورقة ولدي لأن شاكة أن فيه هناك درجات لم يأخذها. هو مدير منطقة حول التعليم الحربي نفسه هو مستمر؟ لا، الأستاذ أنور عنجري مدير اللي هو مع الدفعات الأخيرة اللي إن شاء الله إنه حريص، وقالت أنا اتصلت في سابق يعني مع زميلنا أبو أحمد وحاجته بالبرنامج، إذا تبي يعني ما زالت مشكلتها تعاني منها إيه؟ وتطلع ما دام ذكرت استاذه منى صلان، واحنا ان شاء الله كل ثقة فيها واقتدي فيها. الاولى الورقه الاولى والثالثه ما ورت اياها، لا بالقانون تشوفينها ولابد ان تطلعين عليها، واذا ما كانت تجاوب بالعكس اتصلي اختي سعاد واحنا على تم الاستعداد نوصل لمدير منطقه التعليميه ونتجاوب معاه اولا باول. وقالت جزئيه مدرسه المعرفه نموذجيه، ايه هذه خاصة لك سلطة عليها؟ لا، او دار تعليم خاص، تابع للتعليم الخاص مو تابع التعليم. انا اوجه سؤالي او المعلومة اللي قالتها اختي سعاد احمد، انا لا اعلم عن هذه المعلومة، معرفة مدرسة المعرفة النموذجية نجاح بأريحية تنجح، هل هذا واقع يا الجهة المسؤولة بوزارة التربية؟ اتمنى الرد على اختي سعاد احمد. ابو محمد كان يقول معاهد الخاصة للدروس الخصوصية،
هذه معاهد خاصة إحنا ما لنا سلطة عليها. إذا كان هو متضرر من هذه المعاهد الخاصة وين يروح؟ المفروض يعني ما يودي ولده حقها ولا يروح وين يروح؟ هو بالنسبة له يعني هذه معاهد لها كيانها لها احترامها لها أمورها. هذا مو شغل مدير عام منطقة هذه يعني بس لا ك يروح ربي فاضل وين يتجه؟ يقدم شكوى للوزارة، يروح حق خدمة المواطن هناك الوزارة ويقول إن في هناك معاهد قاعدة تقدم دروس خصوصية ونحن متضررين من هذا الأمر. وبهالطريقة هذه ممكن وزارة التربية تشوف لها حل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وجود هذه المعاهد. أنا أعتقد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي لها علاقة بالمعاهد الخاصة والأمور الخاصة. يلت أخونا أبو محمد يتابع هذا الموضوع نفس ما وجهتك أختي منى صلى الله. معنا اتصال طلال، حياك الله طلال. ألو السلام عليكم. سلام ورحمة طلال حياك الله. سمحت احنا حابين نتكلم بس عن منطقة لحمة التعليمية. تفضل. في هي مدرسة الصبيان ثانوية. نعم. والناظر والوكيل ولده موجود معانا. نعم. وعيال المدرسين يكونون يعني موجودين. أينا. يحطون عيال المدرسين وعيال الوكلاء في لجان ممتازة ويساعدونهم ويضبطونهم بالتليفونات والامتحانات تتسرب وكل شيء. نعم. يساعد ولده. واحنا بنحط في لجان عاديه تنجح تسقط بالعنى ما تفهمهم، واذا حطيت في لجنه الوكيل وعيال المدرسين وكذي تجيب 90 وانت تضحك ومستانس، ويعني حسب ان يعني الاسماء تنقط في اي مكان، بس اهم شيء عيال الوكيل وعيال الناظر ينجحون وبالعنى عيال المدرسين. وانا يعني بالفتره الاولى كنت ناجح ونسبتي ممتازه. طيب اخوي طلال، اخوي طلال على راحتك، احس في حرقه في قلبك، قول اسم المدرسة حسب طلب الأستاذة علها مباشرة. قول اسمها، شو اسمها؟ هي ثانوية الصبيان في منطقة الأحمدية التعليمية، ما في غيرها. شو اسمها؟ اسمها شنو؟ قول صبيان. منطقة الأحمدية التعليمية فيها أكثر من ثانوية. لا منطقة الأحمدية منطقة سكنية وليس منطقة. قصدك السكنية؟ صحيح طلال؟ سكنية؟ لا لا في منطقة الرقة. إيه شو اسم المدرسة طلال؟ مدرستك شو اسمها؟ ثانوية سالم المبارك. سالم المبارك. عندك اوراق، عندك دليل، عندك شيء تقدر تبرهن لا لختي؟ مو انت تعال في الامتحانات وشوف شو يصير. بس ان شاء الله مالك الله طيبه الخاطر. استاذه منى راح تتابع الموضوع. ثانويه سالم المبارك بالرقة هي. ابو عبد الله حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمه. امسي عليك اخ فداح. حياك الله يا ابو عبد الله. امسي على الاستاذه منى صلى الله. حياك الله يا استاذ. تفضل. الله يسلمك. انا باختصار انا خذيت بعثه ماجستير وخذيت بعثه دكتوراه، لكن للأسف في التقايم ما يعني أنصفونا فيها، ولذلك أنا لي تقييم 2011 لم يوضع التقييم، وسبق رفعت كتاب إلى مراقبة التعليم الثانوي واتضح لي أن لي أقل من 100 يوم يعني أكثر من 100 يوم عمل، والديوان أيضا أثبت أن لي أكثر من 100 يوم، والمطلوب حط وضع التقييم لي، وللأسف منطقة مو راضي أحد يحطه يتحمل. مدير الحالي أول سنة يعني مترقي مدير، والمدير السابق تقاعد، والآن ضايع السالفة، والأمر عند الأستاذ منى يعني عندها؟ أمر بسيط ويوضع التقييم خلاص إن شاء الله. يعني جاب لي كتاب في الموضوع؟ جبت كتاب؟ جبت كتاب ورفعت كتاب، واللي عندي كتاب الأستاذ منى جبت كتاب وضع تقييم فقط تقييم لي هل اللي أستحقه سواء عبد الله عبد الله عبد الله وضع لي تقييم واخذ حقي بس عبد الله. إيه يوجد كتاب مكتب الأستاذة منى صلى الله رفعته بالسابق؟ إيه نعم رفعت لها كتاب قبل شهر. قبل شهر تحديدا؟ ها إيه نعم. زين لا تسكر، خل ارجع مره يا ليت يردونك للمعد ياخذ اسمك عشان بايدي راح اسلم الاسم لها، وان شاء الله مالك الا طيبه الخاطر يا ابو عبد الله. مشكور مشكور. لا تسكر خلي ياخذونك المعدين. يمكن ابو عبد الله راح ناخذ الاسم نعطيك اياه عشان يوصله. واخونا الطالب طلال عايد في حرقه بقلبه. اي نعم. انه تميز ابن حسب كلامها. اي نعم. معلم مسؤول كذا هذه. اي طبعا كثرت. هو ما وصلت لنا معلومه بهذا الشان، الحين توها وصلت. اي نعم. راح نتابع الموضوع ان شاء الله وما راح نسكت عن الشيء هذا عشان الوقت قاعد يداهمنا استاذ منى. تفضل. في حلقه سابقه تكلمنا عن خبر مسؤوله اللي هي الاستاذه وداد المشيمي الموجهه العامه لرياض الأطفال في وزارة التربية. ياليت تحط لي الخبر رقم 3، ياليت تشوفينه وتعلقين عليه. كان لي كلام على هذا الخبر. ايه؟ الدوام الدراسي في رياض الأطفال سوالف
وطلبات مطاعم. أنا بجزأ هذا السؤال. أول شيء، هل هو واقع هذا الكلام؟ معلمات رياض الأطفال دق سوالف أكل حب وأكل مطاعم، هل هذا واقع؟ والله الأستاذة وداد هي اللي تقول لك يعني إذا كان هو واقع وشافته وتكلمت عليه أو لا. أنا ما أقدر يعني أفيدك على هالنقطة، اللي أنا أعرفه أن كل الدوام رسمي والتزام بالهيئة التعليمية موجودة والحصص متوزعة عليهم. بس إذا كانت الأستاذة وداد فعلا كانت شايفة هذا الأمر في أي منطقة من المناطق، يعني ممكن هي تخصص منطقة معينة عن منطقة أخرى، بس شو السبب اللي خلى مسؤولة إيه؟ يعني خلينا نقولها إشارة غسيل والله أنت وزارة وهي هي المعنية يعني إيه؟ هذه الشغلة. بس أنا أقول لك أنت بحكم أنك مديرة منطقة تعليمية إيه؟ نعم. وهناك يعني تسلسل وظيفي إيه؟ من مديرة المدرسة هي المعنية الأولى إذا عندها معلمات رياض إيه؟ الأطفال إيه؟ نعم. قاعد يأكلون وقاعد يسولفون، هي المعنية أمامك أنت كمسؤولة إيه؟ نعم. وأنت تاخذين الشؤون الإدارية والهيكل. طبعا أنا ليست بس المديرة المعنية في هذا الأمر، المديرة والمراقبة الرياض وكذلك نعم. تسلسل الوظيفي، أنا ما أعرف تسلسل الوظيفي للرياض الأطفال، وهم دائما يتابعون أنصبة الهيئة التعليمية ويتابعون حصصهم ويتابعون دروسهم. فإذا كان في هناك مجموعة من المعلمات لا حصص لهم ولا دروس ولا شيء وقاعدين مثل ما تفضلت أستاذ وياد، أكيد هذا في محاسبة. جهتك الشخصية أنت من واقعك شو تقول حق معلمات رياض الأطفال؟ شو اللي تلمستيه منهم من احتكاكك معهم؟ والله أنا شفت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ناس واعين، ناس عارفين مهامهم والوظيفية، عارفين إجراء ما مطلوب منهم، مهتمين بأبنائهم الطلبة. أنا اللي شفته في رياض أطفال منطقة الأحمدي من خلال زياراتي للرياض وما ما ما لمسته عن قرب. بس يعني هذا يكفي شهادة أنا صراحة لهم يعني هذا العدد. نعم. مع العلم أن هناك يقال وليس أيوة. واقع يقال أيوة. أن الثلاثاء القادم هناك وقفة اعتصام نسميها إضراب بما مسميات اللي تسمى أنه احتجاجا على هذا القرار اللي راح يطبق يعني مثل من الوزارة أيوة. عليهم أنه تكثيف النشاط عليهم، تكثيف الشغل عليهم، يبون يزيدونهم أكثر يعني مهام أكثر عملية. إحنا شوف إحنا ما نفضل الإضراب أو الوقفة هذه، إحنا نفضل دائما الحوار. الحوار هو خير علاج لأي مشكلة يقعون فيها. فإذا هم كانوا متضررين من أي أمر من هذه الأمور حياهم الله، مكاتبنا مفتوحة في الحوار، وإحنا ننقل وجهة نظرهم للوزارة ونوضح للوزارة الأجراء أو الأشياء اللي هم محتاجينها إن شاء الله. عندنا تقرير ثاني، وليات أمر عندهم أكثر من شكوى، نبي نشوف إحنا وياك مع مشاهدينا الكرام نشوف هذا التقرير ونرجع مع ضيفتنا. الامتحانات وايد كانت صعبة، مدرسين يعني أنا مو صباحي أنا مسائي، بس إنه يعني مو يعني حتى الامتحانات الفترة ما في فترات، فوايد صعبة علينا، وصاير ضغط واحد اللي هو على طول شو اسمه الامتحانات الفاينل، فوايد صعبة علينا هذه. على أساس مسائي. إيه وهذا مسائي إحنا، بس إحنا الصباحي يعني امتحانات ورا امتحانات، ما في وقت راحة عندهم. أسبوع الأسبوع خلاص خلصوا، أسبوع الجاي توقع امتحاناتك مرة ثانية، راحة ما في. إنزين، وغير المدرسات يعني مثل بنتي مدرسة إنجليزي هندية، يعني يبيلها هي مترجم ومو فاهمة شيء ترجع لي، هي من الأوائل. الحين أنا أضطر إني أدخلهم معهد والسبة المدرسات، أول شيء اللي تونسية واللي مغربية واللي هندية، فهذا الصعوبة اللي عندهم. وبعدين شو اسمه نوديهم المعاهد العصر، هذا لازم شيء ضروري صار، مع ان اول احنا ما كنا عيالنا الكبار خلصوا من غير معاهد، يمكن حتى انتم لحقتوا انه من غير معاهد، الحين عيالنا لازم معاهد، لازم مدرسين، يعني صار شيء ضروري هذا ان المعاهد المدرسين لازم. حتى الامتياز امتياز قامت ترجع تقول لي انا ابي مدرس يبي لي، ما يعني الامتحان متوقع انه صعب، وخاصه امتحان الفيزياء ماكو احد ما اشتكى منه، امتحان الفيزياء وايد صعب. بس يعني هذه الصعوبات اللي أنا أشوفهم وايد يشتكون، وامتحاناتهم وايد يعني حرام، يعني راحت إنه راح أسبوع مثلاً الواحد إنه يلحق يراجع، ما في امتحان ورا امتحان عبر تلفزيون الشاهد وعبر برنامج لمتة. في الحين عندنا ضيف في الاستوديو مسؤول في وزارة التربية، شو اللي حابة توصل له رسالة؟ والله يخففون من هالامتحانات القصيرة اللي يعطونا حق الثانوية، يعني عطوهم راحة. وبعدين المناهج وايد دسمة صعبة وايد، يعني هم من راعوهم، يعني أنا أشوف المدرسة تدش عليهم تعطيهم ست كيمياء، والله بنتي كيمياء تقول ست حصص كيمياء اليوم، لأن الجد لأن المنهج يبي تبي تخلصه، فمضطرة أن تدش وتضغط عليهم ستة مرة واحدة ست حصص
كيمياء ولا فيزياء عشان يخلص تخلص المنهج، هم المدرسة مضغوطة وهم البنات ينضغطون، لا حرام. عبر تلفزيون الشاهد وعبر برنامج لمتة، رسالتك للمسؤول الموجود عندنا في الاستديو؟ أنا كل اللي بقول إن إحنا مسائي مو صباحي غير عنهم أكيد، ونفس الوقتنا بالفترات امتحانات فترات وايد تساعدنا من ناحية الدرجات، من ناحية حتى الأبلات لما تبي تشرح لنا على الأقل شوي شيء نفهمه، مو على طول متراكم ورا بعض ورا بعض. والحصص ترى كنا الفيزياء حصتين ورا بعض متواصلة، العربي الكيمياء والرياضيات إلى آخر المواد الباقية، نبي شوي انه يعني ما ينضغطون علينا وايد. ونفس الوقت قلت لك ان امتحانات عندنا على طول فاينل، احنا ما عندنا فترات، فاحنا نبي نحط فترات وايد، نبي فترات لانه هو يساعدنا بهالشيء هذا. يعطيك العافيه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا احنا وياكم هذا التقرير. استاذه منى الصلال مديره منطقه الحمد التعليميه، تابعنا يمكن خواتنا. اي نعم. الاولى تقول عن تعليم الكبار. عندهم مشاكل، وسمعتي التغريد. إيه؟ تعليقك وردت على بما ذكرت. تعليم الكبار او التعليم المسائي كما ذكرت الاخت، هو طبعا يمكن هذا من التطبيق الجديد للائحه مالتهم، انه هم ما يكون في عندهم امتحانات فتريه، يعني ما عندهم الفتره الاولى ولا الفتره الثانيه، بس عندهم فتره ثانيه. اختبارات تقول علينا ضغط. لا تقول هي ما في عندنا اختبارات، احنا نبي اختبارات. المسائي تبي اختبارات، لان تقول الفترات الاختبارات فترات تساعدنا على اننا نتواصل مع يعني بتعليمنا، فنقدر نتواصل معاكم. ومع انه موجود عندهم فتره ثانيه، بس ما عندهم فتره اولى ولا ثالثه. فتبي هي فتره ثانيه ان شاء الله. انا عموما سجلت الملحوظه لعرضها على الوكيل المساعد التعليم العام، لأن تابع على مراقبة التعليم الكبار لبحث موضوعهم إذا كانوا هم يحبون الرجوع لذلك. أما اللي الصباحية، اللي أخت ذكرت أن بنتها الله يخليها لها مو فاهمة اللهجة اللي تخاطبها المعلمة، معلمة اللغة الإنجليزية، يعني أي جنسية كانت. لها مثلا طبعا هو إحنا دائما أي معلمة تبدأ عليها أي شكوى من شكاوي الطالبات على طول نتخذ فيها قرار. فلو هم جايين وبلغونا في ان هذه المعلمه ما يفهمونها شيء، وان هي ما تقدر توصل المعلومه بس لهم. كان قبل المعلمه هذه لا تاخذونها، اللي يعرفهم اللي جالي تطلع التعاقد بالخارج. تسوي اختبار لها اكيد، تسوي اختبار اكيد، حتى عندها فتره تجربه. يعني الحين بداية العام الدراسي من يبتدون يدرس، إذا ما في عليها أي شكوى والعالم كلها مقتنعة في الطالبات، يعني يدرون يفهموا منها. واجهتوا هذه المشاكل أستاذة منى؟ في عندي مشكلة واجهتها وفنشنا، يعني بمعنى أصح يعني أنهينا خدمات هذا الشخص، يعني بسبب لأن مو قادر يفهم منها. باللجنة لما تعاقدون معاهم برا اللي جامعه وزارة التربية، تكلم بالفصحى معاهم ممكن تكون لما متميزة. يوصل ممكن لما تكون داخل الصف ما تقدر توصل المعلومة لهذا السن من الطالبات. فبالعكس بسرعة نتخذ القرار وننهي خدماتها ونجيب البديل لها. فياريت كانت الولية الأمر على الأقل ترفع هذا الكلام حق المنطقة، علشان على طول احنا نطرش التواجه الفنية لبحث الموضوع ومعرفة لماذا لم توصل. بالضبط، فعلا قاعد يقولون يقطون مفردات هم مو عارفينها، يقطونها حسب طبيعتهم وأسلوبهم. في كل الأحوال يعني بالعكس احنا نتلقى أي شكوى بهذا. ذكرت مرة ثانية أخت قالت ضغط على المعلمة، هي متضامنة مع المعلمة مع الطالبة لتخليص المنهج، ضغط 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 ضغط، لا المعلمة قادرة تتكيف في عملية توصيل المعلومات ولا الطالبة قاعدة تتكيف تاخذ مثل هذه المعلومات. هو طبعا هذا الامر يسال فيه التوجيه الفني اللي موزع الخطه الدراسيه، التوجيه الفني هو اللي موزع الخطه الدراسيه والمنهج، والمفترض ان توزيع المنهج وبالاسابيع محدد ومخصص فيها، فكل درس الدرسه لازم تخلص منها تنتقل للدرس الثاني، لكن اذا كانت المدرسه كثيره الغياب او يعني تبي تحاول انها تعوض الطالبات عن غيابها، فهذا طبعا يرجع الى المديره ورئيسة القسم المفروض في هذا الشان. اكثر معاناه لديك بحكم مديرة منطقة الحمد التعليمية من المعلمات أم المعلمين؟ واقع. هذا سؤال يعني أمانة يعني يعني في من كل الطرفين، في عندنا بس مشاكل، بس يقولون النساء أكثر لها ظروفهم، يعني الحمل والولادة لأن العدد أكثر، الكثافة العالية عندنا في الهيئة التعليمية معلمات. إن شاء الله خلينا نروح منطقة الحمد التعليمية، هناك في مدارس جديدة بإذن الله سوف تستلمونها، هناك أمور
جديدة، أنشطة وفعاليات جديدة؟ والله احنا منطقة الأحمد يمكن ما شاء الله تبارك الرحمن لآخر السنة وإحنا عندنا نشاطات وفعاليات لأبنائنا. أنا بس بتذكر جزئية كثافة طلابية عالية مطالبات شيء مو طبيعي. عالية، إحنا كثافات عالية، عشان كذي إحنا قاعدين نستعجل في عملية الفصول الإنشائية اللي إحنا يعني خلصت في أنها تصل لها التيار الكهربائي حتى نتم استغلالها. قاعد نسعى أيضا في عملية انتهاء من بعض المدارس اللي هي قاعدة تزيد مرافقها والأمور هذه كلها، وهذا عن طريق طبعا الصيانة، واللي قاعدين حين نسعى إلى أن نحاول أن احنا نسرع خطوة العجلة في انتهاء منها بالعقود الصيانة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن لاحظ الآن الضغط على مناطق منطقة الأحمدي التعليمية بالمدارسها بالمناطق السكنية الجديدة. صحيح. الآن قيد الإنشاء، وإن شاء الله يعني خلينا نقول أشهر منطقة صباح الأحمد إن شاء الله يعني راح يكون لها إن شاء الله كثافة، راح يكون راح تكون ضمن نشاطكم. صحيح. هناك مثلا ما ندري إذا الوفرة كذلك في عملية يعني صباح الأحمد يمكن حوالي 48 مدرسة جديدة المفترض أنها تنتهي، يعني 48 مدرسة جديدة يعني في منطقة أو مدينة صباح الأحمد. بالسابق يمكن كانوا تنزعجون من المعلمات يروحون علي صباح السالم اللي اسمها أم الهيمان. إيه؟ الحين لا، المدة توسع أكثر. صحيح. منطقة صباح الأحمد. صحيح. والله يعطيهم العافية على الدور اللي يقومون فيه. السادة منى الصلال مديرة منطقة الأحمد التعليمي، أنا سعيد في تواجدك اليوم عندنا واستجابتك، والله لا يغير عليك، هذه كلمة حق نقولها لك. جزاك الله خير. كلمتك الأخيرة لمشاهدينا الكرام. أنا طبعا سعيدة بهاللقاء، وأمانة أحب التواصل مع الميدان وأحب التواصل مع المشاهدين، لأن أنا عارفة إحنا عملنا ما نقدر نقيمه إلا من خلال رأيهم وأفكارهم اللي راح يساعدونا فيها، فأتمنى التواصل الدائم وأتمنى منكم أيضا التواصل الدائم في هذا الشأن، وإحنا مستعدين حق أي. شاكر لك أستاذة منى، وللعلم يعني أكثر من حدث ومشكلة يكون بعض الأشخاص أو الخوات يتواصلون معي في منطقة الأحمد التعليمية عبر اتصال بيني وبينها بعيدا عن الشاشة، احنا نبي الحل، ما نبي البهرجة الإعلامية والفقاعات الإعلامية، تم التجاوب معها، وهذه كلمة حق نقولها لأختنا منى الصلال. مشاهدينا إعادة هذه الحلقة باكر بإذن الله الساعة 2 الظهر، هذا أنا أخوكم إبداع السهل، يترككم في حفظ الله ورعايته.